اليوم الهلال الاحمر المغربي على صعيد جهه الدار البيضاء الكبرى وخاصه مكتب عماله الفيضاء ديك السلطان كانت تواجدوا باقليم تارودان بما هي السلطات المحليه من اجل يعني واحد الدعم لفائده الناس اللي هما كانوا ضحايا الزلزال اللي عرفوا الاقليم. الهلال الاحمر جاب واحد مجموعه ديال لي ميزون مودولاب اللي هما كيبقيو من الشتاء وما كذلك من البرد وكذلك بعض المراحيض اللي غادي نوجههم المنطقه ديال ايميل ميس هي منطقه جبليه اللي كت الارتفاع ديالها 1800 متر فوق سطح البحر واللي غتستافد منها اكثر من عائله 30 عائله اللي هما ضحايا ديال هذا الزلزال. اللي خص يعرف الانسان هو انه الان هاد لي ميزون مودولابل راه حنا سلمناهم السلطات المحليه اللي يتم النقل ديالهم مباشره لهاد المناطق هادو وان شاء الله غادي نكونوا يعني واحد غادي ندير واحد الزياره اخرى ان شاء الله في المستقبل في العدد الايام المقبله من اجل يعني الوقوف على يعني اسكان هاد الناس هادو مؤقتا ان شاء الله بين ما يعني يعودوا هاد المنازل المتنقله بمنازل تكون دائما ان شاء الله من خلال البرنامج الحكومي ان شاء الله. المرافق الصحيه وهو انه كان واحد التنسيق ما بيننا وبين وزاره الصحه على صعيد اقليم تارودانت من اجل يعني وضع راهن اشاره وزاره الصحه يعني على صعيد الاقليم اربعه ديال الدور المتنقله من اجل يعني تكون واحد الوحدات صحيه يعني تابعه لوزاره الصحه من اجل يعني القيام بمسائل صحيه من الطبيب وكذلك من يعني رعايه بالنسبه للناس اللي خصهم الرعايه الصحيه. السلام عليكم، عبد المجيد بوغزول رئيس المكتب الاقليمي للهلال الاحمر المغربي بتارودانت. احنا الان كنتواجدوا في تعاونيه الكوباك حيت الهلال الاحمر ديال عماله مقاطعه الفداء مر السلطان ان شاء الله كتبرع بالمنطقه المنكوبه بواحد 30 بيفواك يعني 30 منزل متنقل. هذه بادره طيبه داروا الاخوان الهلال الاحمر بتنسيق مع الهلال الاحمر المغربي بتارودانت وكذلك بتنسيق مع السلطات المحليه حيت الان يعني كنسلموا هاد المنازل للسلطات المحليه على اساس ان شاء الله المنطقه المستهدفه هي منطقه ايميل ميس. معنا كذلك الاتحاد الدولي معنا هنا اللي دائما اللي جاوا على اطار واحد النداء اللي داروا الهلال الاحمر المغربي على المستوى الوطني هما الان معنا هنا اكيد يعني باش يعطوا واحد الدعم واحد المسانده فيما يخص الايواء والاصحاح وكذلك يعني توزيع المساعدات. اذا شكر خاص للهلال الاحمر المغربي عمليه مقاطعه الفداء مر السلطان اللي تكبدوا على الطريق متابعه الحال وساهموا بواحد الشكل كبير يعني في التخفيف من اضرار ديال الزلزال وكذلك ان شاء الله راهما غادي معنا وحنا الحمد لله الهلال الاحمر في المغرب يعني هذا الشيء كيدل على المسانده وحنا كذلك يعني اطار واحد لان اسباب المبادئ الحمد لله الهلال الاحمر يعني وحده ضد الزلزال اللي جانا في الجنوب ديالنا ان شاء الله.